في الشغل في الناشئين صعب جدا، شايل كل حاجه، شغل اداري وشغل فني، وازاي بتعامل نفسي كمان اولا مع اللعيبه. اللعيبه كتير جدا انت عارف مغتربين، ازاي تتعامل معاهم؟ جاي ما فيش عربيه، جاي في ميكروباص، جاي مواصلات، الاصابات ازاي برضو تشتغل معاه. اول توجيه ليك هو اللاعب بيسمع لك، انت بيبقى عايز ياخد عينيك، انت عايز يبقى فيه اهتمام منك، انت ممكن مش من الدكتور. فدي بدايه صعبه جدا بس بنتعلم منها كتير قوي. دي مهمه جدا في مش هقول في القطاع الناشئين كلها يعني مقاولين عنده، بس انت هنا بتكبر ام بي، بتكبر هنا مش كل في اماكن، بس عندك ام بي عنده 3 4 دكاتره، عنده احمال، فانت هنا شغال كل حاجه في الاحمال مهمه جدا. شغال الحمد لله بفضل الله طول السنه، ما كانش عندي الا اصابه هادي، وهادي اتصاب اصابه كره مشتركه فعمل اكيلس، فهي دي بس الحمد لله الاصابه اللي عندي طول الموسم بفضل الله ما عنديش اصابات. ممكن يكون عندي توقف من كتر القوه والالتحامات، امال ما عنديش اصابه الحمد لله كبيره غير هادي بس. سوق الملعب مهم جدا، بنروح اماكن كمان صعبه قوي في الغرف، ما بنعرفش نغير، ما بنعرفش نقعد نقول نلقي محاضره، ما بنعرفش طبعا يعني ده صعب قوي. الملعب الانجليزي الصناعي ده كانك اتمرنت، لو بتتمرن ساعتين كانك 4 ساعات. كثره الاصابات، انت ليه بتطلع بر يعني فوق تقول الولد جاله صليبي او اللعيب الكبير جاله صليبي؟ من كتر الملعب تحت، البراعم تحت او قطاعات الاكاديميات عندهم مشكله معظمهم الانجليزي الصناعي، فكل ده قطع. انت عارف الرباط الصليبي ما بيتقطعش مره واحده، مره في حته في حته في حته غايه لما خلاص يتقطع. فهو ده صعب، بيبقى صعب جدا. بترجع برضو للنوادي، النوادي بتستسهل طبعا، انت عارف ما فيش صيانه، ما فيش ميه، ما فيش، فدي نوعيات بتبقى صعبه جدا للناشئ. مش عايز اقول ما فيش قانون، بس كله بيقول لك انا عايز البطوله، يعني مش عايز اقول على انديه كبيره فيها، بس كله بيقول لك انا عايز البطوله، ما بيدورش. امال هو ما بيصنعش لعيب، يعني ما فيش صنع لعيب، ما فيش، انت ما بتقولش يعني. بنقول نرجع للكابتن، الكابتن ماهر يقول لك انا عايز لعيب، سيبك من البطوله، احنا مش هناخد البطوله، بس عايزين ازاي يطلع على الاقل لو كسبنا اتنين لعيبه في كل سن للدرجه الاولى. ده مهم جدا. انا كنت اصلا اول نادي العب في الانتاج، جيت من بلدنا، كان فينا كابتن اسمه كابتن حاتم، انا من جمصه، من بلد اسمها ابو هلال، بلد ارياف. جيت والله العظيم كابتن حاتم جابني هنا، قال لي كنت جاي اصلا باك رايت، فقال لي انت هتتأيد معانا وكده. قلت له يا كابتن يعني يزيدني شرف ان انا العب في الانتاج الحربي وكده، فقال لي ماشي وايدني. وكنت الحمد لله السنه اللي فاتت لعبت مع 2001 وصعدت مع 9 ولعبت مع 7 وكنت بشارك معاهم بصفه اساسيه الحمد لله. والحمد لله السنه دي ماشيين 3 ماتشات ورا بعض مكسب. انا اول حاجه الحمد لله بفكر فيها الصعد تاني زي السنه اللي فاتت 99، وبعد كده بفكر في منتخب مصر، وبعد المنتخب في حاجات كتيره هتجيني زي الدرجه الاولى مثلا، اهلي وزمالك هيبتدوا يبصوا عليا لما ابقى في المنتخب، وهو دي كله طموحي اللي انا اطلع الدرجه الاولى مثلا الاعلى. طارق حامد، بحب طارق حامد وحسام عاشور، هما يعني بحب طارق حامد يعني روحه حلوه ولاعب كوره كويس اصلا، وبالذات بيلعب في المنتخب كمان، يعني ده سبب كبير اللي هو احسن ديفندر في مصر. اول حاجه طبعا الواحد بيجتهد في التمرين وبيعمل اللي عليه، طبعا اول حاجه طبعا الواحد عايز يطلع الفريق الاول، والفريق الاول نلعب منتخب الناس تشوفنا نطلع نحترف بره، فطبعا كل حاجه مش بالكلام وخلاص، لازم الواحد يسعى ويجتهد ويعمل اللي عليه ويسيب الباقي على ربنا يعني، وان شاء الله ربنا بيكرم اللي بيجتهد يعني. انا كنت بتمرن عندنا عادي في البلد يعني وكده، انا من اولاد سيف في البيت الشرقيه، ففي الاكاديميه اللي انا كنت بلعب فيها رحنا نلعب اكاديميه في العبور، كان في ماسك الاكاديميه دي الكابتن حسن كفته، كان شافني وكده فجابني هنا الانتاج يعني. وكان اول يوم جيت فيه مضيت على طول وتأيدت فيه اول يوم يعني، كان في هنا ماتش الترسانه كده، فهو عشان كانوا لنا ما شافونيش لسه، كان رئيس القطاع ومدير القطاع وكده، فلعبت اول ماتش الترسانه ده، كان اول ماتش ليا الحمد لله، جبت جونين وربنا كرمني يعني. ومن ساعتها بقى انا هنا ما رحتش انديه ثانيه غير الانتاج، بقى 10 سنين هنا يعني. واخد قدوتي محمد صلاح يعني، هو اصلا عشان بدا من الصفر طبعا، وانا رياف وبدا من الصفر وتعب ووصل، فهو قدوه يعني، قدوه ليا.